السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم مع دكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت أول مرة تشوف القناة، يا ريت تشترك بقى معانا وتضيف عندنا، يا ريت لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. هتكلم النهاردة في موضوع مهم وموضوع بيهم كل الناس، النوم. النوم له فوائد عديدة جدا على صحتنا، وعشان كده قلة النوم أو الأرق بيأثروا على صحة الواحد. واحنا عندنا دلوقتي في الوقت الحالي بقى السهر جزء من حياتنا، التلفزيون والانترنت، بقى الانترنت بالاكتر والتطبيقات دي كلها، والناس بتقعد تقعد ما بتنامش، وبعد كده بتتحول الموضوع لنوع من انواع الارق، بيفضل الارق لمدة ليالي كتيرة لا بتقدر تركز بيها، وبتشعر بالتعب والنعاس طول الوقت، وما بتنجحش حتى القهوة انها تنعشك وتخليك دايما مع استمرار فترة الحرمان من النوم لمدة طويلة، بتزيد المشاكل الصحية عندك اللي بيكون معرض للإصابة بيها. وعشان كده كمل معانا هتشوف تأثير النوم على صحتك. أول حاجة هنتكلم عن الحرمان من النوم. الحرمان من النوم بيأثر على جسمك تأثير مدمر. مدمر، احفظ معايا كلمة مدمر، دي كلمة كبيرة جدا، وأكتر بكتير من عدم القدرة على التركيز. يعني مش مجرد إنك مش بتركز أو ناسي، ودي حاجات برضو مهمة الناس كلها بتعاني منها، وبتقلل من قدرة وكفاءة أجهزة الجسم إنها تقوم بأداء وظائفها، بيخليك بقى عرضة للإصابة بأمراض مختلفة. ونوضح هنا التأثير على جسمك بالتفصيل. أول حاجة هنتكلم على الجهاز العصبي المركزي اللي هو شبكة الاتصالات وتبادل المعلومات الرئيسية للجسم. والحرمان من النوم بيأثر على كفاءته وبيعطل قدرته على الاتصال، ولما بتيجي تنام بتشكل مسارات الخلايا العصبية في الدماغ اللي بتساعدك على تذكر المعلومات الجديدة. لما انت وانت نايم الخلايا العصبية بتشبك مع بعضيها وبتخليك تفتكر القضايا اللي انت والمعلومات اللي انت اتعلمتها. الأرق هنا بيعطلها خالص انها تعمل الشغل ده. الإشارات بين الخلايا بتتأخر، وده بيأثر على استجابتك لما يحدث حولك ويعرضك للحوادث. تأثر علق قلة النوم على قدراتك العقلية وحالتك العاطفية، وتخليك دايما عرضة للتقلبات المزاجية، وبتأثر على قدراتك على صنع القرار. وده بنتكلم هنا عن الخلايا العصبية. ولو استمر الحرمان من النوم لفترة طويلة هتبدأ بقى تهلوس وتشوف حاجات غير طبيعية، تبدأ تصاب بالاكتئاب الهوسي، وحالتك هتتدهور، وفي مخاطر كتيرة نفسية كبيرة جدا هتعاني منها، زي السلوك المندفع، يبقى الواحد مندفع عايز يتخانق، الاكتئاب، البارانويا، وما بيقدرش جسمك ان يتحمل قلة النوم اكتر من كده، فبتسقط في غفوة نوم قصيرة، بتتسبب في حدوث حالة تصادم إذا حدثت وأنت بتسوق عربية، ممكن تحصل تعمل لك تصادم. طيب نيجي بقى لجهاز تاني، جهاز المناعة. جهاز المناعة بينتج بروتينات ومواد زي السيتوكين اللي بتقوم بمحاربة البكتيريا والفيروسات اللي بتغزو جسمك عشان تحميك من الأمراض. ومع قلة النوم بتتأثر قدرة جهازك العصبي على إنك تنتج البروتينات دي، بيخليك عرضة للإصابة بالأمراض لأن ما عندكش مناعة، وإذا كنت مريض هتاخد وقت أطول للعلاج، وبمرور الوقت هتكون معرض للإصابة بالأمراض المزمنة زي السكر والقلب. ناس كتيرة ممكن يجي لها سكر مرة واحدة، أو القلب يتعب عندها مرة واحدة، كل ده تأثير قلة النوم. هنيجي بقى للجهاز التنفسي، من الأجهزة المهمة في الجسم. بيأثر الجهاز التنفسي بيتأثر، والنوم في الآخر من اضطراب بيحصل اضطراب في التنفس الليلي اللي بيطلق عليه توقف التنفس أثناء النوم. ده بيؤدي للأرق، والأرق بيخليك عرضة أكتر للالتهابات للجهاز التنفسي زي البرد والأنفلونزا، وبيزيد من سوء الأمراض التنفسية زي مرض الرئة المزمن إذا كنت مصاب بيه.
طيب هرجع النهاردة، أرجع دلوقتي أتكلم عن تأثير قلة النوم على الجهاز الهضمي. الموضوع ده مهم جدا، لأن قلة النوم بتزيد من خطر الإصابة بالسمنة. ليه بقى؟ لأن النوم بيأثر على إنتاج اتنين من الهرمونات المهمين، هرمون الليبتين وهرمون الجريلين، ودول الهرمونات اللي بتتحكم في مشاعر الجوع والامتلاء. هم دول المسؤولين عنك انت تحس انك جعان ولا لا. فطب ليه ناس كتيرة بتقعد تسأل انا ليه باكل كتير لما بسهر؟ اولا الجهد بتاع السهر، تاني حاجة ان الهرمونين دول ما بيتعملوش. فالاجابة هي ان الدماغ بيقلل من انتاج هرمون الليبتين، وبيزيد من انتاج هرمون الجريلين، وده الحرمان من النوم بيؤدي ان مستويات اعلى من الانسولين بعد ما تاكل تزيد، وده بيؤدي لتخزين الدهون في الجسم ويخليك تتعرض لخطر الاصابه بداء السكري من النوع الثاني. انا كنت بتكلم عن ده السكري، بتكلم عن السكري وايه الفرق بين الاول والثاني، هتلاقوه ان شاء الله على القناه. طيب او ممكن تلاقوه موجود في الرابط، احط لكم على المدونه الطبيه بتاعتي ان شاء الله تشوفوه. تأثير بقى قلة النوم على الغدد الصماء، دي مهمة جدا وخصوصا للرجالة، الموضوع ده مهم. الرجالة بتسهر طول الليل، تسمع الكلام دوت عشان تعرف المشاكل اللي عندها جاية منين. إنتاج الهرمونات بيعتمد على النوم، إنتاج الهرمون التستوستيرون ده اللي هرمون الرجالة بيحتاج لنوم 3 ساعات متواصلة كل يوم بدون انقطاع، ما تقومش فيهم. بيؤدي وبيأثر على إنتاج هرمون النمو، ممكن الطفل ما ينموش بسبب ده، خاصة في الأطفال زي ما أنا بقول لكم والمراهقين. والهرمونات دي هي اللي بتساعد على بناء العضلات وبناء وإصلاح الخلايا. هنيجي بقى تأثير قلة النوم على حاجة مهمة جدا للرجالة، على الرغبات الرجالة. قلة النوم والتوتر والناتج عنه يؤدي لفقدان الرغبة في الموضوع ده، وعدم القدرة على ممارسته وممارسة العلاقة الزوجية، ونقص التستوستيرون اللي قلنا عليه بإنتاجه يحتاج للنوم. فهذا النقص بيؤدي لعدد كتير من المشاكل عند الرجالة، وده بيسبب ضعف الانتصاب والعقم. ضعف الانتصاب والعقم عند بعض الرجالة قد يكون نتيجة للسهر الشديد. هنيجي على تأثير قلة النوم على الجلد. بتلاقي احيانا بعض الناس الجلد بتاعهم شاحب والعينين منتفخه وبعد ايام من الارق، لكن الحرمان من النوم هيخلي التجاعيد تظهر كمان، والهالات السودة تظهر، وقله النوم بتؤدي الى زياده انتاج هرمون التوتر والاجهاد اللي هو الكورتيزول. هرمون الكورتيزول اللي بكلمكم عنه بيكسر الكولاجين اللي موجود، واللي بيحافظ على نضارة البشرة وشبابها. كل دي أسباب كبيرة جدا عشان خاطر حضرتك تعرف تأثير النوم على أجهزة جسمك. يعني أنا قلت لك كل جهاز بيحصل فيه وإيه المشاكل اللي بتحصل فيه من قلة النوم، عشان كده أنا بقول لكم لازم كل واحد يعود نفسه على أنه ياخد قسط كافي من النوم عشان يتجنب المشاكل اللي بتحصل من قلة النوم. أتمنى أن الفيديو يعجبكم، وريت تعملوا لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، عشان تعرفوا الناس اللي ما بتنامش كويس، وياريت بقى تبقوا متابعين معانا في القناة عشان مواضيع تاني كتيرة ومهمة.